طيب دعنا نذهب بك إلى الانتباه ومنها نقرأ. الجيش ملتزمون بالإطاري. أعلن الجيش التزامه الصارم بالعملية السياسية والاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية إلى حين إجراء انتخابات. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله، وقال عبد الله: نؤكد قواتكم المسلحة وقيادتها التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى حين قيام الانتخابات بنهايتها. وأضاف: إن مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية في 4 يوليو من العام 2022 والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا. هذا حديث الناطق الرسمي باسم الجيش. كيف تقرأ توقيت الجيش في هذا البيان؟ وفي بريد من يوجه هذا الرسالة؟ أولا هذا البيان هو جاء الحديث عن خروج الجيش من 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 السلطة السياسية، هو حديث فقط، حديث أقوال، ولكن فعليا الجيش لا زال هو من يدير هذه البلاد ومن يدير شأنها. رئيس القائد العام هو رئيس مجلس السيادة، هو قائد الجيش. بالتالي الحديث عن أن خروج المبادرة بخروج المؤسسة هي مبادرة، ولكن فعليا الجيش هو لا زال هو من يتحكم في أمور البلاد السياسية. هذا البيان جاء ردا على تصريحات قائد وغاي ثاني قوات الدعم السريع عندما صرح الأول وطالب المسؤولين عن السلطة بتسليم السلطة فورا بدون لف أو دوران، وأعقبه قائد قوات الدعم السريع بأن بعض في لا مشكلة لدينا مع الجيش، ولكن مع المكنكشين في السلطة أو المتشبثين بالسلطة. فهذا البيان جاء ليؤكد بأن المؤسسة العسكرية هي تريد الخروج من العملية السياسية، وفي حتى لا يظن البعض أو من أصمتهم البعض يريدون المزايد على القوات المسلحة بأن القوات المسلحة لا تريد الخروج من المشهد السياسي، ولكن برضو الشارع والمواطن وكل المجتمع يريد من هذه المؤسسة، مؤسسة الجيش، الأفعال، يريد أن تطبق ذلك فعلا وأن تمضي بالعملية السياسية إلى نهايتها، وكل يشاهد بأنهم خرجوا إلى سكناتهم ويتركوا القوة المدنية هي من تدير الشأن السياسي. طيب إذا ما ربطنا هذا البيان الاجتماع الذي تم بالأمس وإلى ساعات متأخرة من الليل، لقاء حميدتي البرهان والبرهان حميدتي، وهذا البيان الذي أصدر ربما ظهر الأمس، يعني كيف تقرأ الربط ما بين الاثنين؟ نعم، هذا البيان له صلة وثيقة بالاجتماع الأخير الذي تم هنالك. كان مفروض أن ينعقد الاجتماع نهارا، ولكن لمزيد من المشاورات ومن المتابعات تم تأخير الاجتماع، وانعقد تقريبا سونا بثت الخبر في حوالي الساعة 10 وبعد قليلا. هو الاتفاق، هذا البيان وبيان الجيش أكد أن العملية السياسية أو الاتفاق الإطاري هو الجهة المنفذ الوحيد للخروج من هذه الأزمة وإكمال عملية الانتقال السياسي في السودان. ولكن برضو هنالك لسه لا زالت بعض الأشياء الغامضة في هذا البيان لم مثل ماذا عنها. مثلا الحديث عن الدمج، والدمج أصلا منصوص في الاتفاقية في الاتفاق الإطاري وقع عليه قادة، وهذا ما طالب به البرهان، ولكن هذا ما البرهان يطالب من الاتفاق الإطاري والدمج شيء فني بحت، مسؤولة منه المؤسسة العسكرية، مسؤولين منه الخبراء الأمنيين، مسؤول منه رئيس الوزراء القادم. هي مسألة الدمج بتتم داخل أروقة الأنظمة العسكرية، بعيدا جدا عن وسائل الإعلام، بعيدا عن أعين الناس. الدمج، البرهان يتحدث عن ضرورة الدمج، وحميدتي يتحدث عن إصلاح المؤسسة العسكرية، وهذا هو مكمن الخلاف بين
الرجلين يجب انه طيب. هذه النقاشات تكون في فنيه، يكون النقاش فيها شان فني، وبالتالي بعد الفراغ من هذه تحديد المواقيت، وكانت مواقيت حسب كل رغبه كل طرف من الاطراف انه يوصلوا الى هذه النتيجه، ولكن قبل الدمج يجب انه تكون تتوفر موارد ماليه حتى يتم الدمج بالطريقه الصحيحه. طيب يعني في ذات نقاط البيان، الموقعون على الإطار رحبوا ببيان الجيش، ما الجديد الذي جاء به البيان حتى يرحب به موقعو الإطار؟ يعني شاهدنا عديد من السياسيين مثلا عمر الدقير صرح بأنه بيان إيجابي. موقعو الإطاري البيان أشار إلى الالتزام الصارم بالاتفاق الإطاري وبالعملية السياسية، والترحيب جاء لأن إذا لم يصل هذا البيان وهذا الاتفاق وبدأ وزلط التصريحات الخطيرة بين قادة المكون العسكري، ربما يحدث ما لا يحمل عقباه، وبالتالي لن يكون هنالك عملية سياسية ولن يكون هنالك بلد. طيب يعني طالما نتحدث عن العملية السياسية والجيش ملتزم من خلال هذا البيان والدعم السريع وجميع القيادات وحتى السياسيين يعني يحثوا على إكمال العملية السياسية، ما الذي يعرقل الوصول لاتفاق نهائي في العملية السياسية الجارية الآن؟ أين المعضلة برأيك؟ المعضلة الأساسية هي الإرادة الحقيقية لتنفيذ ما توصل إليه الأطراف في الاتفاق الإطاري وفي العملية السياسية. بماذا تفسر إرادة؟ الإرادة السياسية قادت هذه الأجهزة العسكرية سواء كانوا عسكرية أو سياسيين، بعضهم فضل المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية والمصلحة المناطقية الضيقة على المصلحة على مصلحة الوطن. هل تتوقع التوصل قبل أيام رمضان؟ يعني كان هنالك قبل شهر رمضان هناك حديث من فولكر لابد من تشكيل أو وصول اتفاق قبل شهر رمضان. لا أتوقع ذلك، لأنه حتى الحديث لفوكلر صاحبته بعض الأخطاء في النقل، لأنه الحديث لم يكن بهذه الطريقة، لأنه فوكلر ليس له علاقة بتشكيل الحكومة، وإنما هو راعي لهذه العملية السياسية، تحدد أطراف العملية السياسية وتكوين الحكومة هم الأطراف الموقعون على الاتفاق الإطاري.